خلينا نقول ان تاثيرات الازمه الروسيه الاوكرانيه ربما يعني ما اقتصرتش بس على الجانب ده من الجانبين، اقتصرت على دول كتيره جدا من العالم، وخصوصا لان الدولتين من اكبر الدول اللي بتصدر الحبوب والغلال، وده طبعا بيأثر على حاجات كتير زي الدواجن والبيض وخلافه. في الداخل المصري هنا في اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية ومن الدولة المصرية بزيادة المعروض من كل السلع ومواجهة أي ارتفاعات، خاصة في السلع الغذائية، يعني مثلا اللحوم، البيض. البيض مثلا كان الطبق وصل ل 75 و80 جنيه، النهارده وصل في المنافذ التابعة سواء لوزارة التموين أو وزارة الزراعة أو منافذ القوات المسلحة أو منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية وصل ل 54 جنيه، هناك أيضا أسعار اللحوم البرازيلي كانت ب 90 جنيه، دلوقتي وصلت ل 79 جنيه. خلينا نتعرف أكتر من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة في وزارة الزراعة على تفاصيل هذا الأمر وإزاي بنوزع هذه السلع ونقدر نستفيد من كل الخدمات الحكومية المقدمة. إزاي؟ صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. صباح النور لكل السادة مشاهدينك الكرام. إزاي المواطن المصري يستفيد من هذا الأمر الذي يشتكي تحديدا من ارتفاع الأسعار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خليني نقول الأول في ارتفاع أسعار مبرر ومقبول وليه أسباب، وده بالفعل اللي موجود في المزارع، وفي ارتفاع أسعار غير مبرر وغير مقبول ولازم كنا نتدخل وتدخلنا وبقوة وبحزم ونتيجته ظهر. الارتفاع المبرر احنا مصر جزء من العالم يتأثر به، احنا مش منعزلين عن العالم. كل مصروفات التشغيل وتكاليف الانتاج زادت، يمكن الحد الأدنى بتاعها 50%، في حاجات زادت 100%، 120، 150 من طاقة ووقود ونقل وشحن وأعلاف اللي هي بتمثل من 60 ل 80%. أي دولة في العالم أو معظم دول العالم لما بيبقى في زيادة على مدخلات الإنتاج يتحملها المستهلك، بتوضع الزيادة على المنتج النهائي. الدولة المصرية تحملت الكثير من الأعباء والزيادة، رغم زي ما بقول لحضرتك الزيادة عندنا حد أدنى 50%، إلا أن الزيادة في المنتج النهائي، أنا بتكلم تاني على سعر مزرعة، لا تتزايد عن 10-12%، ما زادتش عن 10-12%. كمان المربي والمنتج المصري تعظيم سلام، وكل التقدير والتحية مننا احنا كوزارة زراعة ومننا كدولة. هقول باختصار وفي عجالة، احنا مرينا بأزمتين في الفترة الأخيرة، جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. في جائحة كورونا احنا كان توقعاتنا من خلال ما لدينا من سجلات وبيانات وقواعد بيانات ان احنا 52% انتاج لحوم حمراء وعلينا استيراد من خارج 48. تمام. في نهاية السنة زاد المنتج والمربي المصري مش بس حافظ على الانتاج، لا ده زود، وصل ل 58-60% في الوقت اللي كانت معظم دول العالم عندها مشكلة تتعلق بزيادة الأسعار وبعدم إتاحة هذه الكمية. لما نتكلم برضو في الأزمة الحالية، المنتج المصري قعد وفضل وصمد وواجه، وفي الوقت اللي يمكن برضو العديد من دول العالم حوالينا المواطنين اللي فيها بيسافروا عشرات الكيلومترات علشان يقدر يوفر مادة غذائية، أنا بتكلم فيما يتعلق بالبروتين الحيواني بمصادر المتعددة بالزبط. اللي هو اللحوم والألبان والأسماك والدواجن والبيض اللي هو تخصص. لا، عندك المنافذ التسوقية بتاعتك ما فديتش، ووعدنا ومش هتفضى، وبالتكاتف مع المربي والمنتج المصري مش هتفضى، يبقى نطلع المربي والمنتج من المعادلة خالص. يعني نتكلم بقى على إيه؟ بعض ضعاف النفوس من الحلقات الوسيطة هم اللي بيستغلوا الظروف، بمعنى هو بيطلع. طب ما هو بيقول لك برضو أسعار الطاقة ارتفعت وأسعار الغلال ارتفعت. لا، أنا برضو أقدر ألومه يعني. البيض بيطلع بسعر معين وليكن إكس من مزرعة. تمام. ورصدنا الكثير من كده ونلتها في العديد من المواقع، بتطلع نفس العربية محملة بنفس الأطباق من نفس المزرعة بتروح لأكثر من منفذ تسويق، بل هي بتتباع بهامش ربح بسيط وعادل ومقبول في بعض المنافذ، والمنافذ الأخرى نفس البيض ونفس المزرعة ونفس السيارة اللي نقلها. لو رحت لحي راقي مثلا، أنا مفروض ما شجعش هذه المنافذ، وبالتالي الأصوات اللي بتقول نقاطع البيض دي أصوات غير مسؤولة ومش فاهمين بيقولوا إيه، وبيهد استراتيجية وبيدمر حلم إحنا وصلنا له بعد عناء وبعد جهد جهيد من الدولة والحكومة المصرية. أنا أقاطع المنفذ التسويقي اللي بيغالي، لكن ما قاطعش الصناعة نفسها. حاجة تانية، إحنا لما رتبنا الدول المنتجة للبيض هي 105 على مستوى العالم،
من ناحية السعر، سعر البيع ترتيب تنازلي كانت مصر النهاردة ترتيبها 90 91. معنى كده أن في 90 دولة بتبيع أكتر من حضرتك هنا في مصر، و15 دولة فقط بيبيعوا أقل منك. كمان نحن نبحث عن ما يسمى بنقطة التعادل. نقطة التعادل اللي هو المربي أو المنتج يتحصل على اللي هو صرفه، المفروض يبيع بهذا السعر وزيادة مربحة بالنسبة له ومرضية. إن المربي والمنتج المصري إن ما باعش وكسب أنا مش هفرح. أنا كدولة وكوزارة زراعة وكحكومة لا يسعدني السعر الرخيص أو السعر المتدني، أنا عايز سعر عادل. لأن السعر الرخيص والمتدني هيخلي المربي والمنتج يهجر الصناعة بالكلية، ويطلع المربي والمنتج اللي ههجر الصناعة بعد ما كان بينتج لي بيكفيني ذاتي وبصدر، لا ده انا ابتدي استورد مكان. طيب يا فندم، في النقطه دي تحديدا، يعني هل ايه هي الحلول اللي موجوده عشان نقدر ان احنا نفيد المربي زي ما حضرتك قلت؟ في نقطه تانية كمان مهمه، حضرتك تحدثت واشرت للازمه العالميه اللي حاصله دلوقتي وقبلها كمان جائحه كورونا، فبالتالي بتنعكس لو هنتكلم تحديدا على الدواجن والمشاه وما الى ذلك الاعلاف. دلوقتي احنا محتاجين اولا المشكله دي نحطها نصب عيوننا، دي حاجه. تاني حاجه فكره كمان احنا بنبص دلوقتي على الاسعار، طب ما هي المشكله قائمه، ليه الاسعار نزلت؟ لا هو استاذ حضرتك احنا اشتغلنا محور سريع عاجل ومحور اجل. ودايما احنا بنسبق بخطوات زي ما حصل في جائحه كورونا وحصل بيحصل في المواسم وبيحصل في الازمه الاوكرانيه، الدوله المصريه بتبقى متوقعه وبتسبق بخطوات. بتكلم بس في السعر الاخير دوت، لما زي ما بقول لحضرتك لقينا ارتفاع غير مبرر وسريع، نزلت وزاره الزراعه. وزاره الزراعه بتنتج 25000 طبق بيض يوميا من مزارعها، رغم ان وزاره الزراعه وزاره اساسا خدميه توفر كافه الخدمات وبحثيه واشرافيه، لكن هي مش منتجه. وبننتج 25000 طبق بيض نزلنا بها في منافذنا، احنا عندنا 171 منفذ ثابت و25 منفذ متحرك على مستوى الجمهوريه يغطوا ارجاء. نزلنا بسرعه وضخينا الكميات ديت، فنزل وتراجع سعر البيض. احنا نزلنا بسعر تقريبا اقل من سعر السوق 20 30%. ده اثر على المعادله في السوق. زودنا بقى تاني لقينا 25000 طبق دول مش كفايه في خلال يومين ثلاثه. تاني بقى بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ووزاره التموين وامان والخدمه الوطنيه، نزلنا وضخينا كميات كبيره في خلال ايام، تراجع سعر البيض على الاقل 10 جنيه. تراجع سعر الدواجن تراجعت اسعارها ايضا؟ الدواجن تراجعت، لكن تاني انا برضو في نقطه انا اخاف انزل تحتيها، لان هذه نقطه التعادل ديت يخسر المربي ما يسعدنيش كده والمستهلك ما يسعدهوش كده. لان حضرتك احنا وصلنا الحمد لله اكتفاء ذاتي، وزي ما بقول لحضرتك ده حلم كنا بنحلمه ووصلنا له وابتدينا نصدر بره كمان. لما المربي والمنتج مش هيكسب على طول هيسيب الصناعة، لأن هو مش طبعا مضطر إن هو يفضل يخسر كتير، هيسيب الصناعة وترك المربي أو المنتج الصناعة، أنا تاني المفروض أستورد مكان. نقول لحضرتك يمكن لما أتكلم مثلا في اللحوم الحمراء، قبل تولي فخامة الرئيس مقاليد البلاد في 2014 كان اكتفائنا الذاتي أقل من 40%. احنا النهاردة الحمد لله معدين 60%. لما أتكلم برضو على إنتاج بيض الميادة، الحمد لله أنا عندي 14 مليار بيضة في السنة، محقق اكتفاء ذاتي وبصدر ما يزيد عن احتياجاتي في الانتاج الدجاني، في مراكز تجميع الألبان. كل هذه مشروعات قومية اتعملت من أجل التنمية المستدامة، مش بس التنمية لحظية أو وقتية، فعلينا أن احنا نحافظ عليها. القلة من المستغلين من الحلقات الوسيطة علي أنا كمواطن ما شجعهاش. أنا في منفذ تسويقي هنا سعره مغالى فيه أو مبالغ فيه أو غير منطقي أو غير مقبول، ما روحلوش، أهجره دوت اللي أهجره وده اللي قطعه ودوت اللي هيبتدي يحصل. في ظل هذه الظروف اللي حضرتك بتتكلم عليها وجشع بعض التجار والوسطاء، هل حضرتك شايف إنه إحنا في حاجة لزيادة المنافس في الفترة الحالية أو في الفترة القادمة؟ هقول لحضرتك أنا بس محتاج وعي من المواطن أكتر، وعي من المستهلك أكتر. لان انا لغايه احنا يعني يوميا انا بنزل اشوف كده، وبينزل فريق عمل برضه يشوف، بلاقي هذه المنافذ ما بين منفذ ومنفذ يمكن 100 متر ولا 200 متر، المنفذ اللي سعره غالي عليه ناس وعليه طلبات وعليه مستهلك، طب ليه؟ وزي ما قلت لحضرتك انا باكد نفس البيض اللي هنا هو هنا. نفس الحاجه اللي موجوده هنا هي اللي موجوده هنا، بس في ذوق او فكر او سلوكيات بعض المستهلكين برضو يشجعون هذه المنافذ التصويرية. كانت وزارة التموين عانت من فترة في قصة المطاحن الخاصة
بالدقيق المدعم، ان هو كان في بعض الناس بياخدوها، هل احنا عندنا بقى في وزارة الزراعة آلية نضمن بيها ان ده ما يتسربش للقطاع الخاص؟ يعني انا اضمن منين؟ حضرتك دلوقتي منزل لي حاجة مدعمة، اضمن ان واحد بتاع سوبر ماركت اجي اشتري من حضرتك بالسعر المدعم واقوم بيعه؟ انا هل في آليه لده؟ اه بيتباع طبعا، انا مش هاخد من كل واحد الرقم القومي وبطاقته عشان بالزبط. لكن بيبقى في حد اقصى يعني 3-4 اطباق بتبقى معروفه. وبعدين احنا بننزل في اماكن معينه، احنا كنا بنغطي الميادين طبعا من خلال المنافذ المتنقله، وزودنا قوي عدد المنافذ المتنقله بتاعنا بتاعتنا في الفترة ديت، بننزل في الميادين، بننزل قدام الهيئات في المصالح الحكومية، زائد المنافذ الثابتة بتاعتنا، مش بس بتاعتنا زي ما قلت لحضرتك، بالتعاون كمان مع الخدمة الوطنية ومع أمان ومع وزارة التموين. بس خلينا أستاذ مصطفى أوضح نقطة مهمة برضو جدا عشان ما نتهمش كل المنافذ التسويقية القطاع الخاص بالاستغلال. الكثير ومعظم المنافذ التسويقية التابعة للقطاع الخاص لا بتشتغل كويس جدا وبتبيع بأسعار عادلة جدا، وتاني المنافذ الحكومية نازلة علشان تعمل توازن واستقرار، مش نازلة عشان تنافس أو تجابه. طب يا فندم لو هنبص كده لنسب الإقبال، نسب إقبال المواطنين على المنافذ التسويقية الخاصة بحضراتكم قد إيه؟ لا احنا حضرتك احنا كل يوم بيزداد الطلب، يعني زي ما قلت لحضرتك احنا اول ما نزلنا بانتاجنا احنا لوحدينا اللي هو تقريبا 25,000 طبق في اليوم، لكن بعد كده ابتدينا بالتنسيق والتنظيم مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والمزارع اللي تبع، ابتدينا ناخد منه كميات تاني اكتر، فكل يوم لا بيزداد الضخ والحمد لله برضو حصل استقرار. لكن لا زال دلوقتي يمكن في قليل بقى قوي دلوقتي المنافذ اللي بيتغالي في الاسعار، فخليني بس من خلال منبر حضرتك الاعلامي المتميز نقول للمستهلك ما تروحش، يعني ما تتجهش للمنفذ ده. هو يا فندم عشان ما يروحش لازم يكون في منافذ كمان كتير وقريبه. كتير يا فندم، وزاره الزراعه لوحديها 170 ثابت و25 دلوقتي معاها تاني عربيات بتفتح لغايه الساعه كام يا فندم؟ وزاره التموين لوحديها لغايه الساعه كام وبتمشي وعربيه بتبقى في ميدان عام؟ يعني برضو المواطن مش طيب. خلينا نقول كده، وزاره الزراعه لوحديها 171 و25 متحرك، وزارة التموين ده في كل حي وكل شارع تقريبا في المجمعات اللي تبعها، الخدمة الوطنية، أمان، المحليات، مديريات الزراعة، كل دول فيها. وتاني ابتدت الكثير من القطاع الخاص ان هو يلتزم بنفس الأسعار بتاعتنا، وسعر البورصة نفسه كمان تراجع. برضه السؤال، بتمشي الساعة كام العربيات؟ بتتحرك امتى؟ لو عايزين نقول للمواطنين ولو حد عايز يعرف تفاصيل كمان ممكن يعرف كده. منين؟ طيب أول حاجة المواطن لو ما لقاش المنفذ قريب منه هيروح للمنفذ الساب، يعني لو ما لقاش العربية ديت المتحركة قريبة منه هيروح للمنفذ الساب، المنفذ الثابت عنده 4 جهات هيلاقيهم، يعني لو ما لقاش المنفذ اللي تابع للخدمة الوطنية هيلاقي تبع أمان، هيلاقي تبع وزارة الزراعة، هيلاقي تبع مديرية الزراعة، هيلاقي تبع الجمعية، هيلاقي كتير. بالنسبة للوفرة الحمد لله موجودة، بس لو حد عايز يعرف تفاصيل هل في ويب سايت، في رقم ممكن يتصلوا يعرفوا الأماكن؟ طيب ممكن نتواصل برقم واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة، الواتساب 055-862-66-81 أو 82. أو 82 ده رقم إيه يا فندم؟ واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدجنة. هل في تنسيق ما بينكم على عدم النزول في أماكن معينة؟ يعني أنا في حي معين ما يبقاش فيه ال4 جهات دول بينزلوا التموين ومنافذ القوات المسلحة وأمان؟ طبعا لا طبعا في تنسيق كامل. في تنسيق في القصة. طبعا في تنسيق كامل، في تنسيق كامل، يعني وزارة الزراعة هي يمكن المشرفة على هذا التنسيق يعني. طيب عشان نطمن السادة المشاهدين يا فندم، بما انه في خبر ايجابي ان اسعار البيض نزلت واسعار الدواجن كمان نزلت واسعار اللحوم البرازيلي زي ما كنا بنتكلم اللي كانت ب 90 جنيه بقت دلوقتي ب 79 جنيه، هل نتوقع كمان المزيد من الانخفاض في الاسعار؟ خلينا نتوقع المزيد من الاسعار المرضية. وخلينا اوضح عشان اكون انا مسؤول عن كلامي وعشان ابقى واضح جدا، دولة مصرية وحكومة وزارة الزراعة نبحث عن سعر عادل للمربي والمنتج والمستهلك، ولا نبحث عن سعر رخيص. سعر رخيص هنفرح به النهاردة، بكرة هيكون ثمنه غالي جدا. تعرف حضرتك يمكن العديد احنا شايفين
الاهتمام الغير مسبوق من القيادة السياسية بالتوجهات المستقبلية والتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية. صحيح. يمكن من خلال دوت حصل العديد من المشروعات القومية، يمكن حصل التكاتف الدولة بقى والعمل المؤسسي بقى ما بين وزارة الزراعة، ودلوقتي كمان دخل معانا في البروتوكولات وزارة أوقاف وزارة التضامن الاجتماعي علشان نقدر نوفر سلالات أفضل، عشان نقدر نوفر تحسين سلالات، عشان نقدر نحول المربي للفكر لتربية السلالات المحسنة، وتحويل من متلقي الدعم لإنسان منتج العديد من المشروعات، وإحنا شايفين مردودها. وتاني بأكد على حضرتك، إحنا منافذنا التسويقية ما فديتش، وإن شاء الله مش هتفضى أبدا إن شاء الله. طول ما المربي والمنتج بيسطر الملحمة الوطنية القومية مع الحكومة المصرية. صحيح. الدولة المصرية فعلا يعني ربما بتقوم بجهد كبير. نتكلم في أربع حاجات يا جمانة، زي ما الدكتور طارق قال، منافذ وزارة الزراعة، منافذ القوات المسلحة، منافذ أمان التابعة للداخلية، وأيضا منافذ وزارة التموين، كلها ربما في تنسيق ما بينها على الانتشار في جميع ربوع الجمهورية من أجل تقديم الحاجات الأساسية. أنت عارفة البيضة بالنسبة للمواطن. خلينا كمان عشان يعني نقول للسادة المشاهدين، لو حد عايز يعرف مكان هذه المنافذ يبقى في رقم واتساب 015-5862-6681 أو 82 مرة تانية 015-5862-6681 أو 82، عشان اللي مش عارف المنافس فين يقدر يتواصل مع هذا الرقم ويعرف المنافس فين. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، الأسعار مش فكرة إن هي أقل من السوق فقط، ولكنها مرضية وعادلة. صحيح. ده اللي احنا بنسعى له في الفترة دي. بنشكرك يا دكتور. شكرا. دكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية، ودجينا في وزارة الزراعة، نورتنا، وشكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. كنا مع حضراتكم أنا جمانة ماهر وزميل عزيز مصطفى كفافي، وأيضا زميلتنا من الشرقاوي. إن شاء الله صباح الخير يا مصر، بكرة هيكون معاكم في نفس الميعاد من 7 ل 10. صباح الخير عليك يا جمانة. صباح الخير يا مصر.